هذا البرنامج بالاشتراك مع مختبرات بروفيشنال الطبية. خلي صحتك بروفيشنال. طلب لك الدكتور فحوصات كتيرة؟ مختبرات بروفيشنال الطبية تعمل فحوصات شاملة دقيقة بأحدث الأجهزة الأمريكية، فحوصات الجينات والفحوصات الوراثية. مختبرات بروفيشنال طاقم من حملة الدكتوراه في المختبرات الطبية، 11 فرع لخدمتكم. بنوفر لكم خدمة السحب المنزلي مجاناً وين ما كنتوا. مختبرات بروفيشنال الطبية، راما لا عمارة قندح الطابق الخامس مقابل سينما القصبة، والنجم مول الطابق الرابع، أما في نابلس البساتين عمارة سعد الدين الطابق السابع. للاستفسار الاتصال على 0229951505. مع مختبرات بروفيشنال الطبية، خلي صحتك بروفيشنال. المختبر برنامج يقدم معلومات عن فوائد الفحوصات المخبرية من تقديم الدكتور محمد عسعيس، دكتوراه في المختبرات الطبية وأمراض الدم. المختبر برنامج يومي عبر أثير أجيال. أهلا وسهلا بمستمعي ومستمعات أجيال عبر منصاتها المختلفة. أرقام مخبرية هامة، يحتوي جسم الإنسان على العديد من العناصر والمواد والخلايا التي يتم إنتاجها وتصنيعها بتنظيم عالي وبقدر. إن هذه المواد والخلايا والعناصر تخضع لنظام توازن دقيق جدا بين عملية الاحتياج وعملية التصنيع، وفي حال طغى إحداهما على الأخرى فإن هذا يؤدي إلى حدوث خلل ومرض، فسبحان الله القائل إن كل شيء خلقناه بقدر. ومن الأمثلة على الوضع الطبيعي لبعض الخلايا والمواد في الجسم، مثلا مستوى السكر الصائم في الدم من 60 وحتى 100 ميلي جرام لكل ديسيلتر، مستوى الكوليسترول الصائم في الدم أقل من 200، مستوى الدهون الثلاثية في الدم أقل من 150، مستوى هرمون الغدة الدرقية من 0.5 وحتى 5، مخزون الحديد أكثر من 20، مستوى البروتين في الدم من 6 وحتى 8، الزنك من 70 وحتى 120، البوتاسيوم من 3.5 وحتى 5، الصوديوم من 135 وحتى 145، عدد خلايا الدم الحمراء من 4 مليون وحتى 6 مليون خلية، عدد خلايا الدم البيضاء من 4000 وحتى 10000 خلية، عدد الصفائح الدموية من 150 ألف وحتى 450 ألف خلية. الوضع الطبيعي لقوة الدم عند الرجال من 13 وحتى 16.5، وعند النساء من 12 وحتى 16. عند حدوث اختلاف بسيط في بعض تراكيز المواد والخلايا فإن الجسم يبدأ بالعمل لتصحيح هذا الخلل أو التكيف معه، وقد يحدث هذا الخلل بدون أن يحدث أي أعراض على جسم الإنسان، لذلك ننصح بإجراء الفحوصات الطبية الدورية لنتمكن من مراقبة هذه المواد والكشف المبكر عن أي خلل قد يصيبها. استنونا في حلقة جديدة عن فحص ومعلومة جديدة. دمتم بصحة. هذا البرنامج بالاشتراك مع مختبرات بروفيشنال الطبية. خلي صحتك بروفيشنال. طلب لك الدكتور فحوصات كتيرة؟ مختبرات بروفيشنال الطبية تعمل فحوصات شاملة دقيقة بأحدث الأجهزة الأمريكية، فحوصات الجينات والفحوصات الوراثية. مختبرات بروفيشنال طاقم من حملة الدكتوراه في المختبرات الطبية، 11 فرع لخدمتكم. بنوفر لكم خدمة السحب المنزلي مجاناً وين ما كنتوا. مختبرات بروفيشنال الطبية، راما لا عمارة قندح الطابق الخامس مقابل سينما القصبة، والنجم مول الطابق الرابع، أما في نابلس البساتين عمارة سعد الدين الطابق السابع. للاستفسار الاتصال على 0229951505. مع مختبرات بروفيشنال الطبية، خلي صحتك بروفيشنال.